الموضوع المرتقبة للأسبوع القادم من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركا بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. في الرابع من شهر ديسمبر الجاري سيتم إدراج عملات سيا كاش كوين على منصة سويفت بلوك تشين لتداول العملات الرقمية. سيتم عقد لقاء مطوري عملة الإثيريوم كلاسيك في مدينة فانكوفر في كندا، وذلك يوم السادس من شهر ديسمبر الحالي. في السابع من شهر ديسمبر الحالي سينخفض حجم التعدين اليومي لعملة هايكون بنسبة 90% ليصل حتى قيمة 69,000. في الثامن من شهر ديسمبر الجاري سيتم عقد مؤتمر لتقنيتي البلوك تشين وفينتك في العاصمة اليابانية طوكيو. سيحدث انقسام بعملة ستيلر في التاسع من شهر ديسمبر الجاري، الأمر الذي سيجعل ممتلكي العملة المذكورة يتلقون عملات ستيلر أكتيفيتي بمعدل 1:2. كانت هذه أهم أحداث كريبتو المرتقبة للأسبوع القادم. ابقوا معنا على قناة البيتكوين بالعربي لمزيد من الأخبار ومزيد من الفيديوهات التعليمية المجانية.